جندت مديرية توزيع الكهرباء والغاز كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل إنجاز 42 مشروعا مندرجا في إطار البرنامج القطاعي الخاص بربط مناطق الظل، حيث مست 22 بلدية و72 مشتى. بلغ طول شبكة التوزيع أزيد من 900 كيلومتر، حيث ستستفيد قرابة 5000 عائلة من هذه الطاقة الحيوية. اليوم الحمد لله الماء عندنا، الغاز عندنا، التريسيتي عندنا، لحقنا المشروع تاع الغاز الحمد لله. متهنوا من القرعة هذيك تاع يوميا نجيبوها ب 30000 تهبط للفيلاج ولا تروح سوق هراس باش تجينا قرعة الغاز لهنا. اليوم الحمد لله الدولة دارت تكفلت بالانشغالات تاعنا ودعمتنا بمشروع الغاز، مشروع كبير ضخم ما عند الرئيس تبون، بارك الله فيه.